طبعا انا بشكر كل الاخوه السعوديين وخصوصا المشجعين يعني النادي الاهلي على الكلام الجميل اللي قالوه. ده في اكتر من كده بس عشان احنا وقتنا. انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ كام؟ الساعه 2 الا ربع. المفروض بخلص واحده. انا ما حسيتش والله. والله ما حسيت. الوقت الحلوه بتعدي في ثواني. استاذ ايهاب توفيق قال لنا كده والله. ما حدش مصدق. لا طبعا بشكرهم. انا كنت لسه بقول لك ان انا من